تحدي، انا جاي بقول الكلام. الربع ما شاء الله يعني جدا كلكم ما قصرتوا، جميع اللي دعموا واللي وقفوا معي واللي فانزات واللي كل العالم ما قصرت جدا. حلو ولا لا؟ بس الكلام اللي انا بقوله والشيء اللي بيكم تعرفونه، جميع ترى الكلام اللي انا بقوله ترى لا هو بمقلب ولا هذا، ترى اتكلم جد، ترى انا احزن لك كتبت انت ذي الاشياء، والله العظيم اني احزن. اكيد كل واحد انت تتمنوني للخير، صح ولا لا؟ كثير من العالم يتكلموني سعود متى متى متى، وانت تدرون كلمه انا قد قلتها لكم، كل شيء له نهايه، صح؟ خلينا نكمل، امشوا معي بالكلام، ممكن نمشي معكم بالكلام، كل شيء له نهاية في الحياة. طبعا أنا جدا أشوفكم كلكم ما قصرتوا معي، ولكن الشيء هذا غصب عني أنا يا سعود، معي غصب عني، ما أدري كيف أقولكم ولا أدري وش ذا، ولكن الواحد لازم يكمل دينه. حلو، لازم ايش يكمل دينه. انا لي تقريبا يمكن الحين 9 سنوات او ادري كم سنه وانا في البرامج، ما غير امشي واشوف ذا العالم واشوف ذا الناس، مضبوط. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. فانا رجال لازم أكمل نص ديني يعني، مضبوط. وتدري لو كملت أنا نص ديني لازم أوقف البرنامج. حلو، لازم إيش أوقف البرنامج. ف جدا جدا جميع اللي شافوني اليوم ودي أقول لكم الكلمة هذه، كلمة في خاطري، كلمة اللي ودي أقولها ولا ودي أقولها ودي أقولها. أنا شخص أحاول أوقف ذي الدموع، أحبكم ولا في زواج زين، وقاعد على قلوبكم في ذا البرنامج، أوكي؟ بس هذا اللي حبيت أقوله، بس ترى بعد بث بس اللي يقول الكلمتين هذه يعني تحس اني بترك البرنامج ما نبتركه. قاعد على قلوبكم وقاعد عندكم ولين تشوفوا لي حل، تشوفوا لي حل. انا ما ادري شو اقول لكم يعني، انتم اخواني اللي ما جابتهم امي يعني، ما ادري انا ما شفتكم ولا كنت بتشوفوني. اي أيوة والله ما اقدر اخليكم، جدا احبكم كثير يعني، جدا يعني ما قدرت يعني، ادري ان المقلب يعني من ابو ريالين، ولكن غصب عني ما ادري شو اقول لكم. احس اني يعني وش ذا الموتر، اي والله ما اقدر، عجزت اني اترك الولد. الحمد لله احبكم كثير، وقاعد عندكم البرنامج، يا تشوفوا لي حل يا اشوف نفسي حل. يا الله واتيك الله بعلى جمر الهوى.